السلام عليكم، معكم سفيان ميكي ارتيست دو سيرك. انا من مدينه قنيطره، ودائما تنجيو لتطوان تنحاولوا نديروا واحد العروض اللي هما تسماو فنون الشارع، تكونوا شفتوا السبيكتاكل ديالنا. المهم هادشي هذا تنديروا ابار، يعني تدير واحد المتنفس وتتحاول انك تكون تريح الناس وتتريح حتى راسك، يعني ملي تكون تدير ديك الحاجه. الحاجه اللي زوينه في هذا ستريت شو هذا ولا فنون الشارع هو انك تمشي للمدن بزاف وتحاول، ودوك الناس اللي كاينين في ديك المدن يعني تيستقبلوك واحد الاستقبال اللي هو زوين، يعني تجي تنور لهم ديك البلاصه اللي تتلعب فيها الشو والناس يعجبهم داك الشيء. والمشكل اللي لقينا وانه بعض المرات تكون في شي مدينه مثلا لكازا، الا مشيتي لكازا خدمتي الشهاده ديال فنون الشارع تتلقى مشكل مع السلطات، انه بحال ما كانش يبغيش يخليوك، ماشي يخليوش يقول لك واش عندك شي ترخيص، عندك شي حاجه اللي تدل على الشهاده. والمشكل انه يمكن لك تمشي للعماله باش دير ترخيص ولا تدير يعني الرخصه وما تيعطيوهاش لك. واخا عندي كارد ارتيست يعني بطاقه فنان، يعني هادشي من الحق انني ناخذ الترخيص باللي غنخدم في الشارع في اي بلاصه. المهم الحاجه اللي زوينه في الشمال كما قلنا هو انه تمشي لهاد البلاصه هذه ما تلقاش مشكل مع المخزن مع السلطات، يعني هنا تيشوفوا شويه تقبلا، يعني ما تيجيش عندك مثلا في كازا قدر يجيك يلقاك بحال ما هكا تدير فنون الشارع غادي يديك ماتيريال وقدر كاع يديك 24 شوف فاش وقع لي. المهم هنا في الشمال القضيه زوينه شويه حيت تجي ما تلقاش ديك العكوسات مع المخزن، يعني تجي بحال ما هكا، يعني في اليامات اللي تتكون في شهر 7 8 9 تتكون القضيه مزيانه، ولكن فوق شهر 9 تتكون القضيه شويه مزيره حيت يقول لك ما يمكنلكش تستعمل العافيه، وثاني تيكون واحد شنقول لك ما تلقاش ديك بحال اللي قلتي الزيار بزاف بحال كازا تيجي ديك تيجي ديك. المهم ما تنقولش عندي كازا بالضبط حيت كاين بلايص اللي هما بحال كازا، المهم تخصص بالاخص تطوان. تطوان حيت هي مدينه يعني مزيانه، و ما تلقاوش المشكل مع هذه القضيه ديال السلطات في تطوان. وشكرا بزاف وتتمنى الشيء يعجبكم وتبارك الله عليكم. ومعنا السي مهدي حتى هو معنا في الجروب، والولد محمد وباه هو الوالد ديالو اللي هو حسين مولى تطوان. ونخليكم مع السي مهدي يقول لكم واحد الكلمه هو. شكرا بزاف. السلام عليكم كيداير بخير استاذ؟ بخير الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد، الحمد لله. فاجأني سفيان دابا جيت عندو قال لي صوت العداله. مرحبا. بغينا نعرفوا اش كديروا هنايا وعرفونا اكثر على الجمهور ديالنا، حتى الجمهور ديالكم غيشوفكم على حسب بالنسبه اللي كديروا في الشارع. بالنسبه لشنو شنديروا هنايا؟ شنديروا فن ديال الشارع ديال السير، كنديروا ستريت شو ديال بزاف ديال لي زاكر، يعني كاين العافيه كاين لا كوباسي ديال الشمال. لا بالنسبة للشمال الناس ديالها لا ديجا جينا هنا ديجا شلقوا إقبال الحمد لله هنا في العمالة مع الزنية مطلوقة كورونا مشات. أيه كان الناس من شحال هذه ما خرجاتش تخرج تلقى، يعني كتلقى واحد الجو اللي كيكون في الشارع. الحمد لله شنو الناس ديال تطوان تبارك الله عليهم. هذه هي الكلمة أستاذ. هذه الكلمة أستاذ. بالنسبة كاين شي إقبال على مستفرجين على مثلا كيف قلنا داخل السلطات مثلا كيتساعدوا معكم الامر؟ الحمد لله هنا في الشمال كيتساعدوا بزاف كاع. طنجة بزاف. شوف طنجة اللي زرتوها مثلا؟ مارشيل، رينكول، اللي كيقولوا مضياق، الفنيدق، وهنايا في الشمال. وخرجنا عاوتاني على بالضبط في الشمال، ولكن خرجنا على مشينا للشاوان، مشينا للوادلا. الفاس ما هبطوش الفاس والكنعان؟ لا هذا العام ما مشيناش تما، لقينا هنا اللي لقينا زوين الحمد لله اللي لقينا. تبارك الله علينا الجاليه السياحه الداخليه اكثر خصوصا الصيف كتبتها المدن الشمال. هي كيجيو يبغوا يفوزوا شويه وبغوا يسافروا ويجيو حتى للبحر نمشي. ومن بعد كتستغلوا الفرصه انكم تبرعوا هنا مع الفروض ديالكم. الحمد لله تلقى واحد يقبل زوين الحمد لله. شكرا بزاف بارك الله فيك. شكرا بزاف. السلام عليكم، معكم محمد زيطان، مدينة تطوان. موسم الدراسة ديالي هو في خامس ابتدائي. الضمين ديالي الضمين هذا علمو لي الوالد الله يخلي ليا، علمنا الجيمباس هذايا، كنعدلو بيه الحلقة هيدا والعروض. شحال كنت تستعمل مع الأبناء؟ شي ملي كان عندي شي خمس سنين هيدا. خمس سنين. كيفاش جاتك الرياضة؟ الرياضة مزيونة مفيدة، كتحيد على بلي هو هاد الرياضة حيدو على بلية وترينيو أحسن نصيحة.
هادشي اللي نقول لكم. شكرا. السلام عليكم، معكم حسين من تطوان، معايا وانات دراري الاكروبات، فهمتي كنلعبوا هادشي هذا جيم باس و يعني اي حاجه كنلعبوا داكشي العافيه كنلعبوا اي فهمتي هادشي هذا الروح رياضه. انا اصلا كنت كنترين هادشي هذا قديم في تطوان، ما كنتش هاد الرياضه ما كانتش في تطوان اولا، انا هو اللي بديت في هاد تطوان هاد الرياضه. ما نهضرش انا مارتيون على طنجه، انا اصلا كنت كنهبط كفات حتى لمارتي وكنمشي حتى لطنجه باش نترينر تما، ما كنتش كنجبد الدراري كيترينر هاد جيم باس. انا هو اللي في هاد تطوان اللي كنت كنترينر هنا، كنت تما ربي ما حشمناش حد الناس علمت انا هاد الرياضه والاطفال اللي صغار وتبارك الله عليهم فهمتي كبروا هاد الدومين هاد الدراري. كنتمنى يعني انسان فهمتي ما يقلقش من هاد الرياضه، راه الرياضه مزيانه هادي، بنادم كيحيد هاد البنيه كيحيد هاد الناس بزاف الحاجه، واصلا كيرتاح كيبان عندك داكشي المشاكل فهمتي، هاد الرياضه كترتاح شويه فهمتي. الله واش اللي كاين؟ شكرا بزاف. رساله للشباب مثلا، ها رساله للشباب مثلا اللي كيتعاطوا المخدرات. انا كنتمنى يعني ربي الحبيب الله يعفو عليهم، واللي يكون شي واحد حبس الله يطلق له سراحه. كنتمنى انسان يشبر هاد الرياضه فهمتي، وانسان فهمتي الرضا يكون شي رضا ديال الوالدين. واش اللي كاين؟ الله شكرا بزاف. تبارك الله عليكم. الله يرحم والديك. شكرا بزاف. شكرا. الله يرحم والديك. شكرا بزاف. شكرا. الله.